نظرا لوجود العديد من محطات الوقود في مواقع عشوائية بعضها بين الأحياء السكنية، بدأت المديرية العامة للمشتقات النفطية باستقبال طلبات ترخيص محطات الوقود، وذلك بهدف تنظيم عملها وفق معايير مناسبة من حيث الموقع والمساحة. للحديث عن أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس دائرة التراخيص في المديرية العامة للمشتقات النفطية الأستاذ مصطفى بدوي. أرحب بك أستاذ مصطفى بداية معي في نشرتنا الإخبارية، وهل التوصيف صحيح المشتقات النفطية؟ نعم بارك الله فيك أخي، مديرية العامة للمشتقات النفطية. نعم أستاذ مصطفى، يعني بعد التحية، يعني ذكرنا في سياق حديثنا في بعد الدخول في هذا الملف، يعني محطات الوقود في مواقع عشوائية بعضها بين الأحياء السكنية، صدر هذا القرار لتفادي هذه المسألة وأيضا للمعايير المناسبة من حيث الموقع والمساحة. يعني تحدثني عن هذا القرار بداية بإيجاز موضوع ترخيص محطات الوقود في المناطق المحررة لو سمحت. تماما أخي، تم عقد جلسة مع معاون رئيس الحكومة ووزير الإدارة المحلية. بناء على الجلسة تم تشكيل لجنة من المديرية العامة للمشتقات النفطية والوزارة لتقديم مقترح شروط التراخيص الخاصة بالمحطات ومراكز الغاز وشركات الاستيراد ومحطات التكرير. وبعد رفع المقترح تم اعتماد شروط تراخيص المحطات أولا بانتظار اعتماد باقي مقترحات التراخيص. طيب أستاذ مصطفى، يعني هذه الإجراءات، يعني دعني أقول بأن المحطات الوقود المنتشرة يعني لم تكن تملك هذه التراخيص، كيف كانت تعمل يعني، ولماذا هذا القرار فقط لتنظيم عمل المحطات أم لأمور ثانية موضوعة ضمن الخطة التي ارتأيتموها؟ حاليا العمل هو على ضبط المشتقات النفطية بداية من التراخيص. أما هو تنظيم ملف المشتقات النفطية أسوة بالملفات الأخرى التي تسعى الحكومة لتنظيمها إن شاء الله. نعم، يعني دعنا يعني ننتقل إلى شق آخر، يعني أكيد هذا القرار له فائدة من حيث التنظيم وأشياء أخرى. طيب إيش الفائدة هي العائدة على أصحاب المحطات وأيضا المواطنين الذين يرتادون أو يستهلكون المواد النفطية من داخل محطات الوقود؟ نعم، تعود الفائدة إلى أصحاب المحطات، خاصة موضوع الأمن والسلام العامة، عن طريق تنظيم العقارات التي يسمح بالترخيص فيها والمساحات والسعة التخزينية لكل محطة، أيضا الخزانات تحت سطح الأرض. أما الفائدة التي تعود على المواطن هي حمايته من الاحتكار والغش في المواد النفطية وزيادة الأسعار من قبل المديرية العامة للمشتقات النفطية، وهذا الغش ينعكس على المواطن المدني وهو المستهلك أكيد. يعني أستاذ مصطفى، يعني محطة الوقود أعتقد أو ليس باعتقادي، هو أكيد بأنها قنبلة موقوتة، يعني تحتوي على خزانات كبيرة داخل الأرض، ليس كذلك؟ نعم تماما. تفضل. تماما، هو العشوائية انه غالب المحطات خزانات فوق سطح الارض، فاحد الشروط بوضع الخزانات تحت سطح الارض حفاظا يعني على المحطة وتجنبا للمشاكل اللي بتصير ان شاء الله بموضوع الامن السلامي. تماما استاذ مصطفى، دعني اختم معك يعني بالحديث عن المديرية العامة للمشتقات النفطية بشكل عام، المهام الرئيسية، عملها، رؤيتها المستقبلية استاذ مصطفى. نعم، هو مثل ما تفضلنا رقابي عمل المديرية، رقابي وخدمي وتنظيم ملف المشتقات بشكل عام، وإن شاء الله يعني المسير باتجاه الصحيح. نعم، الأستاذ مصطفى بدوي رئيس دائرة التراخيص في المديرية العامة للمشتقات النفطية، شكرا جزيلا لك.